البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. أقول أيضا لئلا يظن أحد إني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي، لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أقوله بحسب الرب، بل كأنه بجهل بمقدار هذا الافتخار، بما أنه يوجد كثيرون يفتخرون حسب الجسد، أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الجهال، إذ أنتم عقلاء لأنكم تحتملون. من يستعبدكم؟ ومن يأكلكم؟ ومن يأخذ منكم؟ ومن يتكبر؟ ومن يضرب على وجوهكم؟ وعلى سبيل الهوان أقول إننا قد ضعفنا، والذي يكترئ فيه أحد أقول بجهل إني أنا أكترئ فيه أيضا. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ قلت كمختل العقل، فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، بإفراط في الميتات مرارا كثيرة. جلدني اليهود 40 جلدة إلا واحدة، وضربت بالقضبان 3 مرات، رجمت مرة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وأقمت في عمق البحر نهارا وليلا، بأسفار في الطرق مرارا كثيرة. قصيت أخطار أنهار، وكنت في أخطار لصوص، وفي أخطار من بني جنسي، في أخطار من الأمم، في أخطار في المدن، في بلاء في البرية، كنت في بلاء في البحر، كنت في بلاء من الإخوة الكذبة، بأتعاب وأوجاع في الأسهار مرارا كثيرة، بجوع وعطش في الأصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدا الأمور الخارجية، فقد وضع علي الاهتمام كل يوم بجميع الكنائس. من يمرض وأنا لا أمرض؟ من يرتاب وأنا لا أحترق؟ إن كان يجب أن أفتخر فأفتخر بضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الأبد يعرف أني لست أكذب. في دمشق والي الأمم الذي لأريط الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين، يريد أن يقبض علي، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. فإن افتخرت فليس في ذلك خيرا، وإني آتي إلى مناظر وإعلانات الرب. أعرف رجلا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد؟ لست أعلم. أم خارج الجسد؟ لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا هكذا إلى السماء 3. وأعرف هذا الإنسان هكذا، أفي الجسد أم خارج الجسد؟ لست أعلم، الله يعلم. إنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها، ولا يحل لإنسان أن ينطق بها. فأنا بمثل هذا هكذا أفتخر، أما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بضعفاتي. فإني إن أردت الافتخار لا أكون جاهلاً،
لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أستكبر بكثرة الإعلانات، أعطيت منخاسا في جسدي من ملاك الشيطان ليقمعني لئلا أستكبر. ومن جهة هذا طلبت من الرب 3 مرات أن يبعده عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. يسرني بالحري أن أفتخر بالأمراض لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أصر بالأمراض، بالشتائم، بالشدائد، بالاضطهادات والضيقات عن المسيح، لأني إذا ضعفت فحينئذ أنا قوي. قد صرت جاهلا لأنكم أنتم ألزمتموني، لأنه كان الواجب أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن الرسل الفضلاء، وإن كنت أنا لست شيئا، لكن علامات الرسولية قد عملت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، فاطرحوا عنكم إذن كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه الحجر الحي المرذول من الناس ولكن مختار من الله وكريم. كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا، كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب: إني هانذا أضع في صهيون حجرا مختارا، رأس زاوية كريما، الذي يؤمن به لا يخزى. فلكم أنتم أيها الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عثرة وصخرة شك. أولئك الذين يعثرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعوا له، أما أنتم فأنكم جنس مختار ومملكة وكهنوت وأمة مقدسة وشعب مبرر، لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فقد صرتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. إبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كن يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا 12 رسولاً جمهور التلاميذ وقالوا لهم:
لا يرضينا هذا الأمر بأن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فاختاروا إذن يا إخوتنا 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح والحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا الكلام أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا من بينهم، رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرمينا ونيكولاوس الدخيل الأنطاكي. هؤلاء أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الرب تنمو وكثر عدد التلاميذ جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة أطاعوا الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوا نعمة وقوة كان يصنع عجائب عظيمة وقوات في الشعب. فقام قوم من المجمع الذين يدعون الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كليكية وآسية يجادلون استفانوس، ولم يمكنهم أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم فيه. حينئذ قدموا رجالا قائلين: إننا سمعناه يتكلم بكلام افتراء على موسى وعلى الله. وهيجوا كل الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى موضع الحكم وأقاموا شهودا كذبة يقولون: إن هذا الرجل لا يفطر عن أن يتكلم كلاما ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري سينقض هذا الموضع المقدس ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فتفرس إليه جميع الجالسين في موضع الحكم ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. فقال له رئيس الكهنة: هل هذه الأمور هكذا كانت؟ فقال: أيها الرجال إخوتنا وآباؤنا، اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو مقيم فيما بين النهرين قبلما يسكن في حاران. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 15 تول، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة تعيد الكنيسة بنقل جسد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. بعد لما استشهد القديس استفانوس في أورشليم أخذ جسده ناس مؤمنين ودفنوه في مكان اسمه غمالائيل قرب أورشليم من غير ما حد يعرف. وبعد 300 سنة ظهر لكاهن اسمه
لوكيانوس وقال له: أنا استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وجسدي مدفون في منطقة غمالائيل. راح الأب الكاهن للقديس يوحنا أسقف أورشليم وقال له على الرؤية. الأنبا يوحنا أخذ 2 من الأسقفة وبعض الشعب وراحوا حفروا في نفس المكان، وحصل زلزال كبير ولقوا صندوق فيه رفات القديس استفانوس وحملوه بإكرام عظيم ودخلوا أورشليم. وكان في واحد من القسطنطينية اسمه ألكسندروس بنى كنيسة عظيمة ووضع الجسد فيها، وبعد 5 تنيح ودفنوه في صندوق جنب القديس استفانوس. وبعد 8 زوجة ألكسندروس كانت عاوزة ترجع تعيش في القسطنطينية، وحفرت علشان تاخد معاها الصندوق اللي فيه رفات جوزها، لكن أخدت بالخطأ القديس استفانوس وهي مش عارفة، وركبت المركب. وهي في وسط البحر سمعت صوت تسبيح وترتيل من الصندوق وتعجبت جدا، واكتشفت إنها أخدت جسد قديسنا استفانوس وشكرت ربنا وكملت السفر. ولما وصلت القسطنطينية راحت على الملك قسطنطين وقالت له، فخرج هو والبابا البطريرك والأسقفة والكهنة والشعب وحملوا الصندوق. وفي الطريق سمعوا صوت قوي بيقول: هنا يجب وضع جسد القديس. فأمر الملك ببناء كنيسة في نفس المكان ووضعوا فيه أعضاء القديس استفانوس. بركة صلواته تكون معانا، أمين. وكمان زي النهاردة تنيح القديس الأنبا أثناسيوس القوصي. هو ابن كاهن عالم عظيم اسمه أبونا صليب من أهالي غرب قامولة التابعة لقوص محافظة قنا. قدسنا كان راهب في دير الشهيد ماري بقطر بنقادة، وترسم أسقف على قوس، وعلشان كده ملقب القوصي. واهتم باللغة القبطية بلهجتين الصعيدية والبحرية، ووضع كتب كتير جدا نافعة للكنيسة، وخصوصا عن تكريس الميرون المقدس، وكتب شعر كتير باللغة القبطية في ثلاثية من 734 بيت للشعر، ووضع قوانين خاصة بالزواج والمعمودية والكهنوت، وعلشان كده لقبوه السراج المنير. وتنيح في قوس، بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. أدركته ببركات صلاحك ووضعت على رأسه كليلا من حجر كريم، مجده عظيم بخلاصك، مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه. هللويا. مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي.
ربنا الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا، وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي، فقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإلا فيرجعوا إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته، لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم. اشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا: إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم: إنه يكون لسادوما في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ويل لك يا كورزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صورة وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. ولكن صورة وصيدا يكون لهما في الدين حالة أكثر احتمالا مما لكما. وأنت يا كفرناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع 70 بفرح قائلين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات.
والمجد لله دائم.